حيث اختتم وفد دولة الكويت مشاركته المتميزة ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الدراما التلفزيونية بمدينة مكناس بالمملكة المغربية، والذي استضاف دولة الكويت كضيف شرف. وحظي الوفد بتكريم خاص من إدارة المهرجان بعد المشاركة الفاعلة من خلال برنامج مكثف ومتنوع ما بين ندوات ومحاضرات ولقاءات. المزيد في سياق تقريرنا الآتي. نتائج شعبية وفولكلورية كانت في استقبال الوفد الكويتي رفيع المستوى المشارك في فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الدراما التلفزية بمكناس، والذي يستضيف دولة الكويت كضيف شرف. استقبال وتكريم للوفد وللدراما الكويتية التي تحظى بكثير من الاحترام بالوطن العربي. في دورته الثامنة ارتأى المهرجان أن تكون ضيف الشرف هذه السنة دولة الكويت الشقيقة نظرا يعني إبداعاتها في مجال الدراما التلفزية، كذلك لتجربتها الكبيرة في مجال الأعمال المشتركة. من جهته كرم الوفد الكويتي وزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الأعرج في أمسية اختارت العمل التلفزيوني الكويتي البرواز لمخرجه حمد البدري كأحد الأعمال التلفزيونية المتميزة. إلا استطعنا نعرفوا كيفاش كيشتغلوا الإخوة في الكويت وفي دول أخرى عربية، على الأقل غتكون عندنا واحد الفكرة ولو فكرة بسيطة حول الرؤية ديالهم على الصورة كيفاش كيتعامل مع البنية الدرامية. قدمنا سهرة اليوم تلفزيونية بعنوان البرواز إخراج حمد البدري، وإن شاء الله نطلع المزيد من التعاون الدرامي بين الكويت والمملكة المغربية الشقيقة، وما هي غريبة على التعاون، احنا تعاوننا مع الإخوان من المغرب من السبعينات في المجال الموسيقي. لا ذلك أكد كثير من النقاد وصناع الدراما العربية أن دولة الكويت ساهمت على امتداد عقود في تحقيق نقلة فنية في مجال الإنتاج الدرامي التلفزي بالخليج وباقي الدول العربية، وأن تكريمها بمكناس مستحق. اهتمام كبير ذلك الذي يوليه مهرجان الدراما التلفزية بمكناس للوفد الكويتي، اهتمام يعكس المكانة الكبيرة والاحترام الذي تحظى به الدراما التلفزية الكويتية بالوطن العربي. كريم الخرقوري، تلفزيون دولة الكويت، مكناس.